يا جدعان، ده اول فلوج لينا في القناه، واحنا اصلا الوقت رايحين فين؟ انا والليفته في جامعه المنصوره. فيا يا عم انت مال امك انت؟ فاحنا الوقت رايحين فين انت؟ استنى عشان الحكومه يا جدعان. الوقت جاي يا جدعان. انت بتاعتك كده حبيبي ماشي يا حضرتك، تعمل ايه؟ بس يا باشا بس كده يا جماعه، والله انا حصل سوء فهم، بس انا والله اتخربشت واتبهدلت والله، بس يعني حصل خير الحمد لله. دلوقتي انا اتصل على الليفته، ان المفروض انا متفق معاه من امبارح ان هو احنا النهارده هنتقابل الساعه 9:30، دلوقتي الساعه 10 واحنا لسه ما فيش اي حاجه. الله يرحم امك، عامل كلتون؟ ايه يا ابني انت فين؟ انا على الدرايه. وانا يا بقول لك انت فين؟ يعني انا وقت واقف في الشارع. صح صح، معلش كنت نايم. بقول لك انا في الشارع دلوقتي عند ميدان الساعه. ليه في انت؟ احنا المفروض نروح هناك الساعه 12، ما موجودين. خمس دقايق انا واقف في الشارع لوحدي. ماشي مستنيك، يلا انجز نفسك بقى. ماشي مع السلامه. طب يا جماعه الوقت احنا مستنينه، انا عارف ان هو هيسوق البرنجان في الطريق. انا مستنيه اهوت نشوف بقى هيحصل ايه. بتبص كده لا روح امك. ولا تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ اطلع عني اخ 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 هفلا هفلا. هو يوم بقى لما ربنا عارف، اقسم بالله. طب يا جماعه الوقت احنا داخلين. طب عارف والله العظيم ان هو ده اللي هيحصل معايا، ان هو يخلفني اقعد اللي خالتي عندها مغص حواجبها الشغل ده. لازم اتحرك الوقت عشان الوقت الساعة الوقت كام؟ الساعة الوقت 11:30، لازم اكون موجودين البيت 12، مش عارف بقى ازاي. يلا يا جماعة. احنا متوتر دلوقتي، نازل الكعبة، يلا. Yeah.
صاحبنا هو عيان عنده صداع وهنجيب له البوس قسما بالله ان يبقى في عدد موجود زي ده. يعني ما شاء الله انا ما كنت متوقع ان مثلا هيبقى فيه كام، يعني 100 150 200، انما ان اصلا يبقى الساعه 3 ونص بعد العصر ويبقى موجود العدد ده، فانا مش عارف والله العظيم اشكركم ازاي. انا دمعت قبل اصلا ما اخش قسما بالله، ساعه ما عرفت ان في عدد موجود زي ده ولما شفت الناس برضو كده اخواتي بسبب من اي حاجه، واحد من غير اي حد ما يسواش اي حاجه، ان في موبايلين مثلا الموبايلين على بعضهم لا يتجاوزوا الالف جنيه، ان هو تقدر تطلع مثلا صفحه من صفر لنص مليون مشترك من غير سبونسر بجنيه واحد، فدي حاجه لازم نشكر ربنا عليها. وان يبقى عندك قناه لسه ما جابتش سنه، جابت يعني داخله على 200,000 سبسكرايب بفضل ربنا طبعا، والله العظيم قسما بالله. ثم انتم انا عارف ان ممكن في ناس كتير تزعل من الحاجات ديت، وفي ناس كتير ان هي ممكن يعني ايه مش عارف انت بتعمل كده ليه، طب انت بتعمل، انا والله كنت مجهز بلوج عادي وعامل حساب ان مثلا هيبقى قدامي 100 200 زي ما قلت، وطبعا برضو لو كان اللفت معايا كان هيفرق لان انا شفت نايفش كان هيفرق كتير، بس انا والله العظيم انا مش عارف اقول لكم ايه. ربنا يخليكم لي يا رب. تحرم في الطياره طشت ولا في حرم في الطيارة يا جدعان؟ انا بحبك براحتك، وده اللي براحتك، وانا بقول لك نازل القهوة. مين اللي جايز في الطيارة يا ولاد الجاي؟ كلمة زكريا. عايز فا بتقول لك مين اللي جايز في الطيارة؟ بفلوس يا عم، اصبح ومس وجايز وفسي. بكام اجايز وانا اشتريه؟ ببلاش يا عم، كل بصل وفوق. استنى بشوف الخ بتحك ده مين؟ وربنا يا حاج لو ما بطلت كلام لا احلبك وانسقش عيب لبن، انا قلت لك اهو. ارزع شو عليك وعلى اللي رباك ابن كلب يا جدعان ما ينفعش الشغل ده يا جدعان، انا بسجل ولا زكريا انا اشخيكوا دي تقريبا كده عايزه تشخ علينا. لا مش ناقص الحياه، مش ناقص خرا خدوني معاكم. لا خليكي جنب الضيوب يا اختي. مين فيه؟ انا اشخيكوا. ها بس يا متوحد. ولا مالك يا استرجل كده انا فيها؟ يلا يعني ازحوا يا جدعان. يعني ايه؟ يعني اركبي يا اختي اركبي. الحقني يا ابني هيموتوني. هيموتوك يا لفتة؟ اركب والحق انت فاهم بلعب في بوشينكي. تلعب في بوشينكك؟